الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، أهلا بكم أبنائي الأعزاء في الدرس الثاني في مادة الفقه في الوحدة الثانية. الدرس الأول هو أركان الإسلام. نفتح كتاب مع بعضنا يا شباب في هذه الصفحة. كلنا يعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أخذناه في الصف الأول في الصف الثاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. دين الإسلام بني على 5 أركان. ما هما؟ الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن محمدا رسول الله، هذا هو الركن الأول. الركن الثاني إقام الصلاة. الثالث إيتاء الزكاة. الرابع صوم رمضان. الخامس حج البيت. هذا الحديث يا شباب يتضمن أركان الإسلام الخمس. الركن الأول يا شباب هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وهذا هو التوحيد الذي هو أعظم ما أمر الله عز وجل به عباده، ولأجله خلق الله عز وجل الخلق، ولأجله قامت السماوات والأرض. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله الذي إن قالهما الكافر دخل بهما في دين الإسلام. يعني الكافر إذا أردنا أن أو إذا أراد الكافر أن يدخل دين الإسلام يقول الشهادتين، يقول شهادة، يقول لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إن قالهما، إن قال الشهادتين دخل في دين الإسلام، صار مسلما. ولا يدخل الكافر في دين الإسلام إلا إذا نطق بهما، وهذا هو الركن الأول، وهو أعظم أركان الإسلام هو الشهادتين. ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ أشهد أن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. هناك معبودات أخرى غير الله لكنها ليست معبودات حق. الذي يعبد حقا ويستحق العبادة، المستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى. وأن محمد رسول الله يعني الذي أرسله الله إلينا ليعلمنا ديننا، يعلمنا ما الذي يريده الله عز وجل منا. هذا هو معنى أشهد أن محمدا رسول الله، يعني نعبد الله عز وجل مخلصين ونتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وفي طريقته في عبادة الله سبحانه وتعالى. الركن الثاني هو إقام الصلاة. الصلاة يا شباب، الصلاة يا أبنائي، وأعظم ما أمر الله عز وجل به بعد التوحيد. الصلاة هي أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة، التي إن صلحت صلح سائر أعمالك، وإن فسدت الصلاة نعوذ بالله فسدت كل الأعمال. بصلاح الصلاة تصلح كل الأعمال، وبفسادها نعوذ بالله تفسد كل الأعمال. جعلنا الله وإياكم ممن حافظوا على صلواتهم، حافظوا على الصلاة في أوقاتها في جماعة لا نؤخرها عن موعدها. ومن حافظ على صلاته دل ذلك على إيمانه. المحافظة على الصلاة هذه علامة من علامات الإيمان. لذلك يا شباب الركن الثالث وهو إيتاء الزكاة. إيتاء الزكاة يا شباب، من كان عنده مال تجب فيه الزكاة وجب عليه إخراجها. هذا المال قد يكون نقود فلوس، يعني أموال،
أو قد يكون ذهب، أو قد يكون فضة، قد يكون زروع، رجل يعني عنده أموال، رجل عنده زرع، رجل عنده ذهب. كل هذا إن وصل هذا المال إلى قدر معين يجب فيه الزكاة، قدر معين هذا يسمونه النصاب أو النصاب. تدفع هذه الزكاة لمن يستحقها من الفقراء والمساكين وغيرهم من الأصناف الثمانية التي ذكرهم الله عز وجل في القرآن الكريم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه الأصناف الثمانية التي يخرج إليها الزكاة. الزكاة يا شباب ركن عظيم جعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركن العظيم وهو الصلاة. يجب علينا أن نتعلم فقه الزكاة وكيف نخرج هذه الزكاة وإلى من تعطى. الركن الرابع هو صوم رمضان، الصيام، الشهر الذي نصومه كل عام وشهر رمضان. نعم، شهر رمضان الذي نصومه والشهر الوحيد الذي يصام في السنة في العام. الصيام واجب على كل مسلم بالغ عاقل مقيم غير مسافر ولا مريض. هذا الشهر الذي يعني كلنا يعرف فضله، الشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، وينادي مناد من عند الله عز وجل: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. هذا الشهر الذي فيه يعتق الله عز وجل في كل ليلة، يعتق الله من النار أناس كثير، يعتق رقابهم من النار، يعني يأخذون شهادة بأنهم لا يمس أجسامهم ولا بدنهم، لا يمس أبدانهم النار، يعني لا يدخلون النار يوم القيامة. صيام رمضان من علامات الإسلام. شهر رمضان الذي فيه صلاة التراويح وصلاة العشاء. شهر رمضان الذي فيه السحور. شهر رمضان الذي فيه الفطر. فيه أجور كثيرة وأعمال طيبة يأتي معنا إن شاء الله الكلام عليها في درس صوم رمضان. ثم الركن الأخير وهو حج بيت الله الحرام. الحج الذي فرضه الله عز وجل في العمر مرة واحدة، يعني الإنسان في عمره كله يجب عليه أن يؤدي ركن الحج مرة واحدة فقط. لكن إذا زاد على ذلك، إذا زاد عن هذه المرة، حج مرة وأخرى وأخرى، فإن شاء الله يعني يأخذ أجره من الله سبحانه وتعالى، لكن لا يجب عليه الحج إلا مرة واحدة. طيب، ما جزاء الحج الصحيح، الحج الذي يتقبله الله سبحانه وتعالى؟ الحج المبرور جزاؤه الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يؤدي الحج يا شباب، هذا يدل على إيمانه مناسك الحج سنتعرف عليها، وأركان الحج سنتعرف عليها بإذن الله تبارك وتعالى في درس الحج. عندنا نشاط هذا سنقوم بحله يا شباب في الكتاب. عندنا نشاط رقم 3، أضع الرقم المناسب تحت كل صورة بناء على ترتيب أركان الإسلام. نعرف أن الركن الأول الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الركن الثاني إقام الصلاة. الثالث إيتاء الزكاة. الرابع صوم رمضان. الخامس حج البيت. عندنا أول ركن هو ماذا يا شباب؟ نضع تحته رقم 1 لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا العلم الذي يكتب عليه الشهادتين. نعم، نضع تحته رقم 1. الركن الثاني هذه الصورة التي فيها المصلين في المسجد. نعم، إقام
الصلاة. الركن الثالث نعم الأموال والذهب، هذا الذي يقصد إيتاء الزكاة. نعم الركن الرابع يا شباب هو هلال شهر رمضان، إذا رأينا هذا الهلال صمنا ونوينا الصيام. الركن الأخير وهو الركن الخامس وحج بيت الله الحرام. اكتفي بهذا القدر، أترككم في رعاية الله وأمنه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.